في الدرس ده هنتكلم في درس الاكسل ده هنتكلم عن البيزكس الاساسيات في الاكسل. وانا طبعا ايه هي الاساسيات اللي هنتكلم فيها؟ هنتكلم عن الريبون اللي هو الشريط الاول، هنتكلم عن الورك بوك، هنتكلم عن الورك شيت، هنتكلم عن فورمات سيل تنسيق الخلايا، هنتكلم عن الفايند والسيلكت البحث والتحديد، هنتكلم عن التمبلت، هنتكلم عن الداتا فاليديشن هي صحة تحقق مساحة البيانات، هنتكلم عن بعض اختصارات في لوحة المفاتيح، هنتكلم عن البرينت، هنتكلم عن الشير، هنتكلم عن البروتكت الحماية، مشاركة والحماية. طبعا كمية حاجات كتير في الأساسيات ممكن تبقى الدرس فيه جزء أو جزئين أو ثلاثة. تابع معي. أول حاجة هنتكلم عنها الريبون. الريبون هو ده، الريبون ده كل قائمة، كل قائمة دي المنيو بار، كل قائمة هدوس عليها يطلع الريبون بتاعها. دي الهوم، دي الانسيرت، هيتغير كل الشكل المجموعات دي اللي احنا شايفينها. الدرو، الدرو بس عشان يمكن مش هتظهر قوي في كله، هتظهر في الأجهزة اللي فيها لإما تاتش سكرين لإما بن. اللي اوت، الفورمولاس، الداتا، ريفيو، الفيو، الهيلب، فكل مجموعه من المجموعات نرجع للهوم. وممكن نقدر بالسهم ده نعمل كولابس للريبون اخفائه يعني، وممكن لما نقف على اي قائمه يظهر تاني ونقدر نثبته خالص يعني. ممكن كل منزل هيختفي كده، ممكن دلوقتي لو دوست على هوم تاني هيظهر كده. طب انا عايزه ثابت، اثبت، ادوس على البين ده، البين ذا بين ذا ريبون، خلاص فضل ثابت، انزل تحت زي في اي خليه هو ثابت، عايز اطلعه تاني كده خلاص يبقى انا كده وقفت، اعمل له بردك هو، ادوس على هوم ينزل. بس لازم ان انا كده على خلاص، طالما انا طلعته بايديا بالطريقه دي لازم ارجع تاني اعمل له بين، بين يثبت بقى على طول. لكن مجرد ادوس على السهم ده ويطلع تاني يبقى الريبون ده. طب تعالى، ده الريبون، كل ريبون من دول لو انا وقفت على الهوم دي تطلع لي فيها الكليبورد دي مجموعه، الفونت دي مجموعه، الالاينمنت محاذاه دي مجموعه، الحاجات الخاصه بالتكست ضمن الالاينمنت المجموعه دي كلها محاذاه. المجموعه دي اسمها نمبرز، اقدر منها اشوف انا انسق الخلايا هي نمبرز او كذا، وهنتكلم عن الموضوع ده. المجموعه دي الستايلز، المجموعه دي السيلز والفورمات بتاعها ومسح وحذف وكده، ودي فيها الاوتوسام وفيها السيرش والفلتر وكده. ده كل ده في الهوم. طب في الانسيرت بقى، في الانسيرت حاجات تانية خالص، في الانسيرت حاجات تانية، اوامر تانية فيها تيبل مثلا. فمثلا لو انا عندي وهكذا، يبقى احنا خدنا فكرة ايه هو الريبون ده. الريبون ده طبعا كل حاجة فيه قصة ودرس وكده يعني، لكن احنا بنشوف الانترفيس شغال ازاي. طب انا دلوقتي لو فتحت ملف تاني فيه جدول زي ده، هبقى اسيب لك الملف بتاع الجدول ده، اللينك بتاعته تقدر تنزله بدل ما تكتبه كده. وانا حبيت استخدم الريبون اللي اسمه انسيرت، هسيب لك طبعا الملف ده. طب انا لو عايز اعمل انسيرت الحاجة، هقف على اي خلية في الجدول ده كده واقول له من قائمة انسيرت، اقول له انسيرت تيبل. مجرد ما اقول له انسيرت تيبل هتطلع لي شاشة، هيطلع لي طبعا كرييت تيبل، واختار هو الحدود بتاعته او الرينج زي ما اتفقنا. وير ذا داتا فور يور تيبل، وير از ذا داتا، اهي موجوده دي، ممكن انا اغيرها طبعا. ماي تيبل هاز هيد، ليه هيدز كده. طبعا ده مش بصدد، انا بس بوريك مثال على استخدام الريبون، واقول اوكي. مجرد اعمل كده بقى ده جدول خلاص. وهنا في كويك اناليسز بقى، ده موضوعنا احنا بعد كده، ازاي استعمل كويك اناليسز الاقي في اوامر كتير وحاجات كتير تطلع لي، بس مش هو ده موضوعنا دلوقتي. ازاي انا الريبون ده استخدمه بسرعه عشان ما نطولش الملف على الفاضي. بس دي كمهاره اقدر بعد كده اعمل فلتر. يعني فلتر يعني ايه؟ اختار مثلا الناس اللي مرتباتها بين كذا وكذا، هندرس الموضوع ده. هنختار مثلا الربع الجدول، بس انا اقول لك اختار المبيعات في الربع الاول مثلا، فاجي اعمل كده مبيعات في الربع الاول، خلاص اختار اللي عملت فلتر. يعني مجرد عملت انسيرت تيبل هيديني مميزات كتيره لوجود تيبل في الشيت، فهقدر استخدمها في حاجات كتير متنوعه، واقدر الغي الفلتر، كلير فلتر.
فدي الجدول ده بس عشان بيجي لك ده اسم العميل لاست نيم بتاعه، دي المبيعات بتاعته، دي الدولة، ده هنا المبيعات في أنهي ربع من ربع السنة، كوارتر، ربع التالت، ربع الرابع كده يعني، عشان يبقى ملف الداتا ده هجيبه لك أو هرفعه لك في ال تقدر تعمله داونلود وتشتغل بيه على طول، وهتبقى دي طريقتنا ان انت الملفات موجودة عندك على طول. يبقى احنا كده خدنا الريبون، عرفنا ان كل ريبون ده كل منيو كل كوماند من دول ليه. طب تعال نشوف موضوع الدرو ده. الدرو ده لو انا عندي قلم طبعا وهبدأ اشتغل اشغلط يعني او اعمل اي حاجة، واختار مثلا القلم الاحمر ده وابدأ اعمل اي حاجة بقى، اكتب 3 زائد، طبعا انا يمكن مش عادل الشاشة بس اقدر اكتب عادي، واقدر اسلكت كده واعمل ديليت لوحة المفاتيح، ممكن ادوس على ديليت امسح تاني، واقدر امسح طبعا عندي هنا كمان ديليت، اقدر بعد ما استخدم القلم كده القلم اللون تاني مثلا. مثلا هبدأ ممكن عادي جدا ان انا اسلكت برضك، او ممكن احدد بالمؤشر ده احدد حاجة زي دي وبعدين اعمل ديليت، احدد حاجة زي دي كده تاني استيك اهي، كل حاجة اقف عليها امسح. فدي قائمة دروم شرطيها غير في الاجهزة اللي هي فيها لا اما بن لا اما فيها تاتش سكرين. وفي لي اوت طبعا اقدر من اهم الاوامر اللي هي الشهيرة ليفت الشي تقلبه شمال ويمين وكده. طبعا هتلاقي في ملفات انا شارحها قبل كده عن اساسيات الاكسل، هتلاقي الكلام ده موجود فيها، بسيب لك اللينك بعد بتاع الملفات دي شرحه بالتفصيل يعني، بس ده كورس تاني خالص مختلف يعني. بكده يبقى احنا خلصنا فكرة الريبون. عايزين نتكلم بقى على حاجة تاني خالص اللي هي لو رجعت تاني للمستند بتاعنا اللي هو هنتكلم عن الورك بوك اللي هو ملف الاكسل بتاعك، هو ده اسمه الورك بوك اللي انت بتسجله اسمه ورك بوك. ده بيحتوي على مجموعة كبيرة جدا من الشيتس زي ما انت هتشوف كده في الاكسل، اللي انا فتحت لك الاكسل تاني، ادي الورك بوك بتاعنا ده شيت 1 فيه الكلام ده، بقدر ادوس كده واعمل شيت تاني فاضي وشيت تالت وعدد كتير من الشيتات. هتلاقي برضك في ملف الاساسيات انا شارح اللي انا بسيب لك اللينك بتاعه، يبقى انا كذا شيتس، ده الشيتس. لكن انا لما اجي اسجل الملف بتاعي ده هيسجل لي الثلاثه شيتس دول، لما اقول له من فايل قائمه فايل سيف از مثلا او سيف، هيسجله لي بالثلاثه شيتس دول. طبعا سيف از هسجل بقى ادي له اي اسم يعني، احدد مكان على الجهاز وابدا اكتب اسمه وهيسميه داتا سيت دي، والمكان بتاعه في الداونلود يعني في اشوف بقى هو فين هيتسجل فين، اقول اوفر رايت اوفر رايت. ماشي خلاص، انا دلوقتي عندي ورك بوك، كل ده هو ده الورك بوك. وفي اقدر طبعا اقفل فايل كلوز، خلاص ما بقاش عندي خالص فايل، بقى شيت فاضي كده، اقدر افتحه تاني فايل اوبن اشوفه موجود فين، فهيجيب لي اللي انا بسجله ده اللي هو الملف بتاعي اللي بيحتوي على 3 شيتات، شيتين فاضيين وشيت فيه داتا. وفي طبعا في قائمه فايل في مثلا لما اقول له كده بيجيب لي الريسنت، الريسنت ده الريسنت الحاجه اللي انا كنت شغال بيها يعني، البند لو انا عامل حاجه بند يعني، لكن ده الريسنت. فطبعا بيبقى بيديني خيارات كتيره في قائمه اوبن يعني. يبقى في الورك بوك احنا قدرنا نسجل. طب انا لو عايز اعمل فايل نيو ملف جديد يعني، فايل نيو، لما افتح فايل نيو هيطلع لي بقى هنا عندي بلانك ورك بوك، افتح شيت فاضي خالص او ورك بوك فاضي في شيت واحد، هنشوف تحت كده مع بعضينا، او في شيت واحد ممكن فايل نيو بردك تاني. دي بقى مجموعة من التمبلتس يعني دروب داون ليست، هنتكلم عن التمبلت برضك، هنتكلم عن ايديك واشكال جديدة في انشاء شيت الاكسل. ممكن فوتو كاليندر مثلا حاجة زي كل دي تمبلتس، بس ممكن تكون مش موجودة في كل النسخ، موجودة في النسخة الحديثة اللي انا شغال بيها دي. فممكن ده نيو يعني، يبقى احنا كده عرفنا اليوم ممكن افتح لا اما ملف بلانك لا اما افتح تمبلتس. سيرش فور تمبلت اونلاين، ممكن اكتب على تمبلت مثلا خاص بالاجور، خاص ببيانات موظفين، هنتكلم فيها بالتفصيل.
لما يجي كلامنا عن التمبلت. بس انا دلوقتي بوريك ازاي اعمل نيو ازاي كده بشكل بسيط. يعني احنا لو قفلنا برنامج الاكسل كده وجينا نفتحه هنلاقي ان بتطلع الشاشه الستار سكرين ويبين لي جود مورنينج ويجيب لي الكلام ده. لا انا عايز نفتح على طول يجيب لي ورك. يعني انا من هنا هيجيب لي الريسنت فايل عايز اكمل على الحاجات القديمه او اشتغل بالتمبلت او افتح بلانك. يعني لا انا عايزه ما يجيبش الشاشه ما يجيبليش المقدمه دي كلها. طب اعمل ايه؟ هاجي من قائمه فايل واقول له مور اروح على اوبشن يعني ومن اوبشن هتطلع لي شاشه الاوبشن دي اختار منها تحت كده. طبعا فيها اوبشن كتير اقدر اقراها وممكن نتكلم فيها يعني بس انا بفتح الموضوع بفتح لك. هقول له شو ذا ستارت سكرين وين ذيس ابلكيشن ستارت يعني شو. لا انا مش عايز شو الستارت سكرين واقول اوكي كده واقفل الاكسل وافتح بقى. مجرد ما افتح هيفتح بقى بسرعه ومش هيجيب لي اي اسئله ولا يقول لي ريسنت ولا يقول لي هتفتح من التمبلت ولا اي حاجه وجاب لي على طول شيت واحد هو اوتوماتيك. ده الوضع الديفولت لو انا اخترت حاجه معينه هو على طول اوتوماتيك بيجيب لي الوضع ده. هنتكلم دلوقتي عن الشيتس دي. فما ادي الشيت اهو هل اقدر ان انا اغير اسمه؟ اقدر اغير اسمه ادوس كده واكتب من لوحه المفاتيح اي اسم مثلا اسميه دي دي 1 بس او اي اسم بقى طبعا ليه معنى بحيث ابقى انا عارف الشيت. اقدر اعمل شيت جديد ادوس على الزائد دي واقول له نيو شيت يبدا بيسمي الديفولت ده اسميه مثلا دي دي 2 مثلا. بقى عندي شيت تاني افضل ادوس كده شيت واكتب اي حاجه يعني اكتب الاسم اللي انا عايزه طبعا يعني شيت 4 اوتوماتيك. هو ممكن اغير اسم طبعا ادوس دبل كليك عليه واكتب اتش. مش هينفع يسميه نفس الاسم يعني لازم يبقى فيه اسم مختلف يعني عشان طبعا ده الريفرنس بتاعه. وافضل ادوس بقى شيتس كده يعني ويضيف لي شيتس واقدر احرك اعمل ديليت اعمل ديليت اختار ديليت واقدر اعمل شيفت اجيب دي ده هنا كده اعمل له دراج كده ارتبهم يعني اجيب جي جي ده قدام خالص قبليهم كلهم بان انا اعمل دراج ليه. واقدر اعمل انسرت وانا واقف في حته مش لازم يعني اقول له انسرت شيت يعني شيت ورك شيت اهو تاني في الحته دي اهو في الحته دي عايز اعمل له انسرت اقف كده اعمل انسرت في المكان ده واعمل ديليت واعمل رينيم. رينيم هو ممكن من رينيم اغير برضه زي ما اديتك فكره للاسم يعني. واقدر اعمل موف اور كوبي يعني مثلا فرضنا بقى في كان شغل وكده وانا عايز اعمل له موف او كوبي اعمل له موف في حته ثانيه او كوبي. فانا هاجي كده على اف اف ده اقول له موف اور كوبي هيطلع لي الدايلوج بوكس ده هاختار انا الجي جي ده هعمل له ايه كرييت ا كوبي كرييت ا كوبي اقول له اوكي خلاص عمل جي جي كوبي يعني سوري عمل منه كوبي بدل هو اف اف ده عمل كوبي واحد تاني لان ده بقى اتنين هو نفسه زي بعض يعني. ممكن امسحه برضك طبعا ديليت. ممكن اف اف ده اقف كده واقول له هايد بس خلينا نمشي بالترتيب. ممكن بروتكت فيو كود. فيو كود دي بقى هيجيب لي ان انا هكتب في بعض الاكواد في الفيجوال بيزك فور ابلكيشن مايكروسوفت فيجوال بيزك فور ابلكيشن هبدا اكتب كود معين بس انا عايز اشوف الكود اللي مرتبط بالشيت ده. ففيو كود ده يعني حاجه برضك هنوصل لها وهنشوف القصه دي ايه. بروتكت شيت انا مش عايز اتكلم عن كل حاجه ازاي اعمل له حمايه. بروتكت شيت اني شيت الباسورد احط له باسورد الشيت ما يتفتحش غير بباسورد. ففرضنا حطيت له باسورد دي 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 3 دي يعني واقول له ما حدش انتر بين باسورد يبقى هنا برضك دي 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 خلاص ده كده الشيت ده محمي دلوقتي مش هيكتب مش هينفع يسمح لي ان اي حد حميته. ليه؟ معنى قلت عشان ما حدش يخش او انا مثلا بالصدفه قدرت تيجي على حاجه لكن طبعا هضطر اعمله برضك ان بروتكت فاكتب الباسورد اللي هي دي 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 مثلا حسب الحاجه اللي انا عايزها خلاص كده اقدر اكتب فيه عادي جدا مفيش اي مشكله يعني. فشوفوا الاوامر على الشيتس كتيره ازاي. في بقى تيب كلر ممكن اديها لون كده بس اهو اقف كده اللون بتاعها ده. ممكن كل مجموعه خاصه بشغلي مثلا بنسقها بلون معين. طب ايه تاني؟ ممكن اعملها هايد عايزه هايد الاف اف اللي هي الملونه دي اعملها هايد خلاص ما بقتش موجوده. طب انا عايز اعمل ان هايد هتظهر لمين؟ هيطلع لي كل اللي معملهم هايد اقدر اعمل ان هايد لاي واحده فيهم. يبقى احنا كده الى حد ما سيلكت اول شيت اعمل لهم سيلكت كلهم يمكن عايز اعمل لهم كوبي
اعملهم اي حاجه، ممكن اعملهم هايد كلهم، بس مش هينفع اعملهم هايد، ممكن مش هينفع، لازم اسيب واحده يعني. ممكن اثبت ايدي على شيفت او كنترول وادوس على اول واحده بس، فلغيت والباقيين دول اعملهم هايد. خلاص عمل المجموعه دي هايد، يعني ممكن اسلكت مجموعه عامله عايز اخفيها لاي سبب، محدش يعرف ان في شيتس غير انا. الشيتس دي على فكره بيبقى ليها علاقات ببعضها وشغل جامد يعني. فدي محاضره ظريفه يعني بتفتح مواضيع. والاكسل ده حاجه طبعا يعني ممتعه اصلا، حتى الاكسل طبعا اللي يقدر يستخدمه كويس يعرف يعمل بيه شغل كتير. طب يبقى احنا كده اتكلمنا عن الورك شيت بالتفصيل، اتكلمنا ازاي نعمل سيلكت للشيت، واتكلمنا ازاي نعمل انسرت للورك بوك الورك شيت، واتكلمنا ازاي نعمل رينيم، واتكلمنا ازاي نعمل موف، واتكلمنا ازاي او كوبي موف اور كوبي وديليت، واتكلمنا عن كوبي للورك شيت طبعا، وطبعا عرفنا القصه دي كلها. واتكلمنا في امر اسمه شيتس، شيتس. طب انا اعمل فايل كده نجرب امر شيتس ده، ده ما اتكلمتش عنه، هقول نيو كده، واحد فاضي خالص ما فيهوش حاجه خالص. هاجي هنا في الفورمولا دي واكتب يساوي، وهكتب امر شيتس كده على طول، اهي شيتس ظهرت اهي شيتس. الدالة دي نفسها بقفل القوس ده كده اهو، او ادوس انتر فيقول لي دول ده شيت واحد، عايز اعرف كام شيت يعني. طب انا دلوقتي هطبقها تاني هنا، يعني هي دي الدالة دي هي موجودة كده. طب انا دلوقتي لو دوست شيت جديد وشيت وشيت رابع وشيت خامس، هما دول كام؟ ستة. فوقفت على الاولانية دي وقلت له بردك شيتس ودوست انتر، فقال لي ستة، بيعد لي الشيتس يعني، عايز اعرف عندي كام شيتس. طبعا الشيتس دي ممكن توصل لرقم فلكي يعني، ممكن توصل 256 شيت او كده. بس طبعا كل ده بيبقى مرتبط بحجم الملف، حجم الملف، الملف بيزيد معاك يعني. بكده يبقى احنا خلصنا الورك شيتس يعني فكره سريعه بردك، والورك بوك. تعال نخش في الخطوه اللي بعدها، هنتكلم عن تنسيق الخلايا. تنسيق الخلايا في الاكسل اللي هي الفورمات سيل. يعني ايه فورمات سيل؟ يعني الخليه اللي هي الاي 1 او اي 2 او او دي، انا اقدر اغير شكلها، اغير الفونت، اغير اللون، اغير الخلفيه، اغير الباك جراوند كولر، الفور كولر، وحاجات كتير جدا. النوع الحاجه اللي مكتوبه، الداتا اللي مكتوبه فيها، سواء كانت تاريخ او رقم او عمله، او انه حتى التاريخ نوعه ده تايم ولا شورت، ولا هو تاريخ شورت ولا لونج. تنسيقات موضوع في منتهى الاهميه، موضوع التنسيق ده. هنتكلم عن سيل فورماتنج، وانا حاطط هنا 8.8 دي في الخليه ديت، الخليه اللي اسمها اف 8. فانا لو عملت رايت كليك كده وقلت له فورمات سيل، فورمات سيل يعني تنسيق الخليه، جاب لي بقى قصص كتيره. هي جنرال، ده شكلها جنرال، لكن نمبر بقى هيقول لي انت عايز ديسيمال بليسز قد ايه، 2 ولا 3 ولا 4 ولا ايه. قلت له 4 مثلا، قلت له اوكي، هيجيب لي 4 علامات عشريه، اقول له بردك فورمات سيل دي، فورمات سيل. ونرجع تاني للفورمات سيل دي، ولا انا عايزها جنرال جنرال، واقول له اوكي. ترجع تاني كده من غير تنسيق خاص ولا اي شيء. طب انا لو عايزها عمله بردك، ان انا اقول له فورمات سيل وابدا تطلع لي الشاشه دي، اقول له دي عايزها كرنسي، فهيقول لي طبعا هتطلع بالشكل ده السامبل كده. طب الديسمال بليسز 3، عايز اللون ده مثلا، نشوف كده. فطبعا اللون ده لو سالب يعني، لو انا كاتب هنا مثلا خليه تاني مثلا نفس الكلام هنا، او خليتها سالب، احط هنا اشاره سالب ودوس انتر، فهيعملها بالاحمر، لان انا مختار الاحمر سالب، مش هيعمل لي اشاره سالب هنا. فانا مجرد ما اشوفها كده، موضوع التنسيق موضوع كبير جدا، اقدر ان انا اخش. طبعا هو نفس الكلام هنا موجود في الفورمات، في الهوم هنا في قائمه اسمها النمبرز، دي فورمات، وطبعا كل دول مرتبطين بالسيل. انا كده اقدر اكبر السيل بالشكل اللي انا عايزه، اقدر اصغر، اقدر اختار حجم الفونت من هنا زي ما انا عايز، اقدر ان انا اختار نوع الفونت من هنا زي ما انا عايز، اخليه بولد، اخليه اندرلاين. طبعا اقدر اكبر الخليه كده، عايز اخلي بردك الرقم مفيش احمر ده، اخليه امسح على طول ديليت العلامه، علامه الناقص دي، فيطلع بالمنظر ده اللي هو دولار ساين.
يبقى انا ممكن دي طريقة للتنسيق، ممكن اخلي الارضية اللون ده، ممكن اخلي الفونت لونه ازرق زي ما انا عايز يعني، فده كلها عمليات تنسيق. ممكن هحط بوردر للخلية، في اشكال كتيرة ممكن احط كده المنظر ده كده. انا واقف هنا عملت على دي يعني، فاعمل كده خلاص عملت برواز عليها كده. ممكن اخلي اندرلاين، اشيل الاندرلاين، انا واقف على الخلية دي كده اشيل الاندرلاين، وبعد كده ممكن اخليها ايتاليك مايلة، اعدلها تاني وهكذا. ممكن هنا في الفونت ده، الفونت كولر زي ما انا عايز، الفونتات زي ما انا عايز، اللون غير الباك كولر يعني. فدي منطقة، المنطقة دي برضك اقدر اعمل تنسيقات للمحاذاة الخلايا فيها فين هي دي الخلايا. انا طبعا واقف في خلايا تاني خالص، انا واقف في الخلايا دي، فهي جت هنا اجي هنا في الوسط، فبتيجي في الوسط اجي هنا اجيبها كده شمال يمين زي ما انا عايز يعني. ممكن ازقها سنة صغيرة بس في الاتجاه ده، سنة ازقها سنة سنة وهكذا. اقدر كمان ان انا اخلي الحروف تتكتب رأسية كده، وممكن اخلي الكتابة لا مش عايزها رأسية، عايزها عادية مايلة، فاظبط زاوية الميل. انا بقول بسرعة الحاجات دي، شرحتها قبل كده في الكورس القديم يعني، اقدر ان انا اعمل اللي انا عايزه. ممكن يكون ده رقم معين، تارجت معين، وانا عايزه يظهر بشكل كده معين. الغي بالتنسيق خالص، اندو اندو طبعا، دي اندو دي ريدو. عايز برضك العلامة، العلامة النسبة المئوية دي، طب موجود هنا الرقم هنا، واختار اللي يبقى علامة نسبة مئوية كده. طبعا علامة الدولار، ممكن هل في علامات تانية غير علامة اليورو، علامة زي ما انت بقى عايز بقى، علامة الشاينيز، علامة اي علامات بقى زي النور، تختار الشكل اللي انت عايزه. وهنا البريسنت، وهنا ديت وهنا العدد اصفار، ممكن ازود كده الناحية دي، ممكن اقلل اللي هي البريسنت. هنا بقى دي نمبر ولا كرنسي ولا اكاونتنج ولا شورت ديت ولا قلت له شورت ديت جاب لي النهارده كذا كذا، غيرها لي الديت على طول. هنا تنسيق، كل ده تنسيقات، ودي تنسيقات الالوان، كل دي تنسيقات. تخيل اللي هي لما بقف انا على الخليه كده اقول له فورمات سيل قد ايه، هو مجمع هنا بقى في فونت وفي بوردر وفي فيل وفي بروتكشن، حتى الخليه عليها بروتكشن يعني. الموضوع مش موضوع كبير طبعا يعني، بس احنا بنفتح فيه المواضيع دي كلها علشان انت طبعا داخل كورس ده. انت ممكن تخش في الكورس اللي فات اللي انا بسيب لك اللينك بتاعته تسمعه كده، تشوفه في الاساسيات وكده، لكن ده انا بجري فيه لان عايزين نوصل لحاجات كتير عشان نقدر ننجز يعني. يعني بالذات الملف ده في كمية معلومات كتيرة. طبعا احنا وصلنا لحد فورمات سيل لتنسيق الخلايا، هنتكلم بعد كده على فايند وسيلكت والتمبلتس والداتا فاليديشن والكيبورد شورت كات والبرنت والشير والبروتكت في الملفات الجاية. هكتفي كده في الملف ده، شكرا. والملفات الجاية هتبقى محطوط اللينك بتاعها جوه الملف ده يعني، ده كأن البيزكس ده وان فايل على الموقع او المدونة، لكن احنا هيبقوا اكتر من ملف فيديو بس كلهم متربطين هنا عشان يبقى البيزكس دي لو حد عايز يخش يسمعها كل مرة واحدة بعرف ان في 3 ملفات فيديو مرتبطة بيها. شكرا، سلام.